أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. اليوم معانا سيارة جديدة جدا من هونداي، هونداي كونا في المدينة الاقتصادية تيست درايف. معاكم أنا دكتور موتر من قناة سبور موتر. طبعا الآن معانا الهونداي كونا، أجدد سيارة من هونداي. الكونا تصميم جديد، حياة جديدة، روح جديدة بالنسبة لهونداي كروس SUV. الآن هونداي انتقلت لماركت جديد، في منافسة جدا شرسة. الهونا هتقدر تنافس؟ هذا السؤال صراحة أنا ممكن أجاوبكم عليه من الآن. تصميم السيارة جدا رائع، علما أنه بعض المصممين اللي دخلوا في الكونا هم نفسهم اللي صمموا اللامبرجيني. طبعا الآن نشوف البصمة الأوروبية جدا واضحة بالجريل الكبير للسيارة، إضاءة الـ LED، إضاءة في كل مكان في هذه السيارة، أنت هتمشي منور. الإضاءة على الجنب، إضاءة الفوغ لايتس، إضاءة الـ LED جميلة جدا من هونداي كونا. طبعا تصميم السيارة بشكل عام تصميم انسيابي، المداخل الهواء، الحساسات برضو اللي موجودة على السيارة تحس كده روح شباب دخلت في السيارة بشكل قوي جدا. ننتقل طبعا نشوف أشياء برضو في السيارة هذه. الآن إضافة اللون الأسود تحت طابع رياضي للكونا، دخول بلاستيك بشكل كبير برضو بيعطي خفة وزن للكونا، المداخل للتبريد كلها واضحة في الكونا. طبعا الجنوط بتيجي على 3 مقاسات 16 17 18. الفئة اللي معانا الآن اللي هي 2.0 انجن، نزل انجن برضو للكونا اللي هو 1.6 تيربو تشارج. طبعا مو عشان السيارة صغيرة فنحسب انه ما فيها ميزات، طبعا السيارة وصمة، هذا شيء جدا مميز في سيارة بهذا الحجم، وهونداي أبدعت صراحة بأنها حطت الميزات هذه. الإضاءة الخلفية جدا رائعة واضحة، LEDs برضو من تحت. كنت أتمنى لو أنه الغمازة والمؤشر اللي على الجنب تكون أعلى شوية، لأنه خصوصا السيارات العالية، مع أنه ترى الكونا مرتفعة نسبيا، ولكن كان ممكن يكون الإضاءة الموجودة تحت تكون أعلى شوية. ننتقل الآن إلى مساحة التخزين اللي في الكونا، مساحة جيدة، إحنا بنتكلم في 361 مساحة التخزين، يعني ممكن تشيل شخص زي جوا. إذا تفرد الكراسي حيكون عندك 1443 مساحة تخزين، تشيل شخصين مني. فبصراحة مساحة للتخزين جدا جيدة في الكونا، أمتع، معك شنط، معك أشياء، الكونا حتستوعب وحتشيلك. المساحة الداخلية للسيارة، طبعا مساحة الأرجل في الكونا هي تعتبر مساحة جيدة نسبيا، والمساحة ما بين الرأس والسقف هي برضو مساحة جدا جيدة، ممكن تكون أفضل على السنين الجاية. طبعا الماتيريا المستخدمة في الكراسي تعتبر ماتيريا عملية ومناسبة لستايل الكون. انتقلنا الآن إلى داخل الكونا. طبعا الكونا فيها أغلب الأشياء اللي أنت ممكن تحتاجها، شاشة واضحة جدا، بلوتوث طبعا موجود هنا، تشارج الموبايل، USB 12 فولت، AUX، تحكم كامل عن طريق الستيرينج. السيارة بشكل كبير تعتبر اقتصادية. درايف ميد مود اللي في السيارة عندنا ثلاث أنواع، طبعا في نظام الإيكو، وفي عندك نظام السبورت، ونظام الكومفورت. هنجرب الآن، خلينا بس نوقف شوية عشان نجرب نظام السبورت، نشوف كيف تسارع السيارة. طبعا هذا الانجن اللي هو 2.0
نحول السيارة على سبورت مود. 3 2 1 جو. سعره جيد نوعا ما، يعني فيها نفس، فيها حياة السيارة. طبعا ميزة حلوة برضو موجودة بالكونا اللي هي وجود النقاط العمياء، وموجود برضو اللي هي الرود تراكينج. طبعا الآن لو انحرفت السيارة شوية على طول بيطلع لك تنبيه انه السيارة انحرفت عن المسار. الحساسات الموجودة في السيارة بتقرأ الخطوط اللي على الأرض. طبعا كل الأشياء اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها في الشاشة. الشاشة طبعا تدعم نظام الأبل والأندرويد. تكلمنا برضو عن موضوع انه في ميزة انه شاحن للموبايل. هنتكلم برضو عن النافيجيشن. السيارة فيها نافيجيشن، تقدر توصل لأي شيء في السيارة عن طريق الشاشة. داخلية السيارة الماتيريز المستخدمة برضو يعني عملية جدا، ما تلاقي خشب، ما تلاقي أي شيء. السيارة عملية بشكل كبير جدا جدا. مقصورة السائق تعتبر جيدة، شخص بحجمي ما شاء الله جالس جدا مرتاح. المساحة بين راسي والسقف برضو مساحة كافية جدا. تكييف السيارة رائع، أنا حاطه هنا على درجتين. الدنيا نار برا، احنا في أغسطس طبعا، فالتكييف أنا شايفه مقبول جدا جدا بالنسبة للكونا. رؤية خلفية، الرؤية الأمامية جدا واضحة، مساحة عندك حلوة، تستطيع أنك تشوف جميع الأشياء اللي موجودة كان من الأمام أو من زجاج الخلف. طبعا الكونا فيها ميزة حلوة الآن زي ما احنا عارفين أنه أخواتنا هيبدوا يسوقوا السيارات. اختيار جيد الكونا بسبب، تخيلي أنت داخلة، طبعا احنا هنسوي تست بسيط، أنا ما معايا عباية. تخيلي أنت داخلة نسيت عبايتك برا، السيارة بتاعت التحذير زي ما احنا سامعين الصوت هنا بيعطي انذار انه في جزء من الملابس ما بين الباب وبين البادي حق السيارة. ميزة حلوة لأخواتنا الآن داخلين على القيادة قريب، موفقين إن شاء الله. في الختام كانت تجربتنا جدا حلوة في الكونا صراحة، فيها ميزات عجبتني جدا، فيها تطور السيارة، سيارة صغيرة نسبيا ولكن حلوة جدا. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. تابعونا على أكاونتاتنا، اللي عنده أي استفسار أو سؤال اكتب لنا في الكومنتس، شير لايك وجرس التنبيه، ويعطيكم العافية.